السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أم شيرين وآيال. اليوم جيت نقدم لكم واحد العصير اللي كيجي هائل، كيجي زوين، منعش زوين بزاف. علاش لا ما نصايبوش لوليداتنا؟ كما غتشوفوا معايا عندي هنايا بربة اللي قطعتها، اللي سلقتها، قطعتها مرصويات صغار بحال هكايا. كيبقى اختيار ديالكم، بغيتي ديروها حتى خضره كتجي غير تحكوها في الحكاكه عاد طحنوها. عندي واحد جوج كيسان كبار ديال العصير ديال الليمون. هنايا عندي واحد ربع كاس ديال السنيده، الحلاوه على حسب الذوق كل واحد. عندي واحد التفاحه وعندي واحد البنانه. دابا غادي ندوزو باش نقدمو هاد العصير هذا. كما غتشوفوا معايا البنات، البنان ما تقطعو حتى كتوجدوا كلشي، البنان والتفاح حتى كتقطعوا كلشي عاد كتوجدوه عاد كتنقيو حيت كيولي كيكحل. كما غتشوفوا معايا غنضيفوا عليه هذاك الليمون. غادي نضيفوا عليه هذاك ربع كاس ديال السنيده. هنا غادي نقي التفاح والبنان وغنزيدوا عليه. البنات هذا هو العصير ديالي بعد ما وجد، كيجي على هذا الشكل هذا، قدمته بهذا الشكل هذا. نتمنى يا البنات ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معايا زينتو بواحد شويه ديال البنان واللي باي. نتمنى هذا العصير هذا يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وخوتكم وحبابكم. علاش لا، كنشكركم بزاف 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 الناس اللي كتدخل عندي كتخلي لي تعاليق، كنقول لكم شكرا، راك نتوما مشكورين وعزازين على قلبي. كان الله يسهل على كل واحد اللي تمنى شي حاجه في قلبه ربي يعطيها له. بصراحه كتعطيوني واحد الحماس، واحد الشجيع، واحد القوه اللي كتخليني نوض ندير فيديو، نكافح ندير شي فيديو بحال هكا ونحطو لكم في القناه. كاع الناس بصراحه الناس كامله. وكاينه واحد المساله يا البنات، دابا غادي نخليكم مع الفيديو، وكاين واحد المساله بغيت نوضحها. كاع الناس اللي داخله عندي دايره لهم انا اشتراك 100%، كل شيء اللي دخل عندي اللي كيخلي لي تعليق كندير له اشتراك. انا كاينين انا عندي الناس اللي انا دايره لهم اشتراك، هما ما دايرين لي اشتراك، ومنين كنحط الفيديو ما كيدخلوش، وحتى كيحطوا هما الفيديو كيتخلي كيطلع لي الاشعار ديالهم، كنتخلي انا كنخلي لهم تعليق في الفيديو ديالهم عاد هما كيدخلوا عندي. وما الناس اللي دايرين لي اشتراك عارفاهم واحد بواحد، كنقول لكم راك نتوما مشكورين، الله يكبر بكم. انسان كتتابعيه كتفرجيه في القناه ديالو ولا شي حاجه، خصك تكون مخلص، ماشي ندير ندخل لي لا دخل هو ما ندخلش انا، الا دخلت هي ما ندخلش انا، لا حتى يدخل هو عاد ندخل، حتى يدخل عندي انا شي واحد عاد نولي انا ندخل عنده، لا مهما دخلتي عندي درت لك اشتراك حتى انت دير لي اشتراك. بارطاجي لي فيديو ديالي، نبارطاجيك لي فيديو ديالك. ما عجبتنيش لاشين ديالك ما غاديش نولي ندخل عندك. كاع كاينين الناس انا حتى كندخل انا كنخلي لهم تعليق في الفيديو اللي كيحطوه هما، عاد هما كديك الساعه كيصيفطوا لي التعليق، ماشي مشكل. وهكاك خليتهم وماشي مشكل، وكنتبع القناه ديالهم سي با غاف كيما قالوا، ماشي مشكل. الله يجعل قلبي يكون مسموح.
ايوا هذا هو يا البنات الفيديو ديالنا، كنشكركم بزاف بزاف، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو. هذا الفيديو خدرته اليوم طويل شويه حيت ما كيبغيش يتحط لي الفيديو طويل في لاشين، وقلت غنجربو دابا غادي نجربو. تحط هذا الفيديو هذا داز، راه نتوما غتشوفوه، ما داز راه غادي نحيدو، حيت كنكون الفيديو كيوصل لهاديك 8 دقائق ولا 10 دقائق ما كيبغيش يدوز لي في، ما كيبغيش يتحط ليا في لاشين، ما عرفتش علاش، باقي ما عرفتش من هياش المشكل، واخا عندي كونيكسيون عندي كلشي مزيان، ولكن ما عرفتش من هياش. البنات هاد الفيديو راه قلت ليك كيما قلت لكم راني درتو طويل، تفرجوا فيه من الاول حتى الاخير، وما تنساوش ديروا اشتراك لايك وديروا هذاك الجرس بقى يوصلكم الجديد ديالي، وتبارطاجيوه مع خوتكم واصدقاء ديالكم وحبابكم، علاش لا، كنقول لكم شكرا، راه كنتوما في القلب، الله يحفظكم الله ينجيكم، وما تنساوش تجربوا هذا العصير حتى هو منعش زوين بزاف. غادي نخليكم مع هذا الفيديو، تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وغادي نخليكم غادي نقول لكم خليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله، يا ربي بحول الله الى ربي طول لنا في العمر.